السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وزي الفل وكلكم سعادة واشراق وبهجة. انا اياد الموجي وده سبت جديد ممتاز مميز خالص مالص كده اهو، لان انا صحيت النهاردة على خبر انا مش عارف هو سعيد ولا حزين. صحيت لقيت عندي 2000 كومنت على كل صوري بتشتم فيهم. ليه بقى؟ صحيت لقيت كنزي مدبولي منزل عليا حوالي 25 ستوري تقريبا بتشتمني فيهم، يعني بتهاجمني بقى واللي هو انت قليل ادب يا واد وبتاع. انا عشان اوصل اصلا لل 20 ستوري عديت على 80 ستوري قبلها. تخيلوا كم الاذيه اللي انا اتأذيتها عشان بس اوصل لمرحله ان كنزي تريق عليا كمان. فتخيلوا ان انا 80 ستوري لكنزي مدبولي النهارده في يوم واحد جرعه كده واحده. فاتحملوني، هتلاقوني النهارده بتشنج وبعمل حاجات مش مفهومه ووشي بيكرمش وحاجات كده. ده غصب عني والله العظيم، يعني انتوا لو مريتوا باللي انا بمر بيه هتعملوا اكتر من كده. المهم انا ما بقيتش حمل كنزي مدبولي. تعالوا نشوف كنزي مدبولي شتمتني ليه، الستوريز اللي شتمتني فيها ميت بقى الهجوم اللي هاجمته عليا. قبل طبعا ما نبدا الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وشير وديسلايك وريبورت وبلوك واي اوبشن اليوتيوب مديه لكم ان انتوا تعملوه اعملوه عادي مش هتضايق. قبل بس ما نبدا الفيديو طبعا هنهزر ونتبسط ونعمل كل حاجه، بس انا محتاج منكم تتفرجوا على الفيديو للاخر لان انا محتاجكم في خمسه جد للاخر. في خمسه جد كده هتكلم معاكم وايه، اتكلم مع استاذه كنزي طبعا كل محبينها ومحبيني ومحبين الحياه كلهم، ونقفل الفيديو بعدها. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو للاخر. طبعا شايفين حجم الستوري، كميه الستوريز اللي هي عملتها في يوم واحد، كميه الستوريز دي وبتقول عليا انا لايفلس، يخرب بيت البجاحه. طبعا انتوا شايفين كميه الستوريز اللي انا مريت بيها عشان اوصل للستوري بتاعتي، يعني الله يبارك فيكم. الحمد لله جت سليمه، عدت على خير، ما طليش اي خلصات. تعالوا نشوف الستوريز بتاعتها. طيب يا جماعه انا مضطره اتكلم عن الموضوع ده. هي مش مضطره ولا حاجه، انت مش مضطره تتكلم عن الموضوع ده، في 200,000 واحد هزرت عليهم غيرك، ما حدش كان مضطر. انت ليه مضطره؟ انا ما اعرفش. شوف المنشن بتاعي ايه، منور في الستوري. ايه فيديو واحد اول مره اسمع عنه في حياتي اسمه اياد الموجي. انا عامله لك منشن اهو يا اياد. عامله لك منشن اهو يا اياد؟ انت هتصاحبيني ولا تعملي فيها صاحبتي؟ ما تاخديش عليا قوي يعني. واول مره اعرف ان انت موجود في الكون. اياد عنده صفحه فيري كول على الفيسبوك عليها 7000 واحد. يعني شكرا، انا مين اللي مش شغال على الفيسبوك؟ شكرا يعني ماشي، والله انت اللي كول. وعلشان هو الواحد بيبقى فاكر ان هو عشان يطلع علشان يتشاف عشان هو nobody عنده 7000 على الفيسبوك، عنده 23 تقريبا على هو. انا nobody عشان انا عندي 7000 فولورز ولا nobody عشان شخصيتي nobody بقى وكده؟ يعني هل انا بيتم تقييمي على حسب عدد الفولورز اللي عندي؟ دي طريقه بتقيمي بيها البني ادمين في حياتك؟ خلاص ما عنديش حياه بره السوشيال ميديا لدرجه ان انت بتقيمي الناس على حسب عدد الفولورز اللي عندهم. استاذه كنزي ما تنسيش نفسك، ال2 مليون بتوعك دول مش هيعملوا لك حاجه لو نزلت الطلبيه تجيبي حمام. انا اقدر انزل الطلبيه هرم اجيب حمام، انت ما تقدريش. الانستجرام انا دخلت بقى ايه ده اشوفك طالما انت بتتريق على كل الناس و... خدت لفه يعني. كل الكابلز وكل الكونتنت كرييترز، انت اكيد جامد يا اياد. الله يكرم اصلك، بس انا ما بتريقش، انا بهزر عادي والله يا استاذه كنزي. انت يا اياد اكيد انت انسان بيرفكشن. انا انسان بيرفكشن من النهارده اياد الموجي، انسان بيرفكشن، انا مش اطشط، انا البيرفكشن. بس دخلت يا اياد لقيتك انسان لايفلس. اه ليه كده يا استاذه كنزي؟ ماشي يا كنزي، تحاول تبقى كونتنت كرييتر. انت كاتب ان انت كونتنت كرييتر، وير از يور كونتنت حبيبي؟ في الاوضه عندي والله، مش عارف مش عارف راح فين الكون، كان موجود والله قبل ما انت تيجي. تتريق على الناس هو ده الكونتنت بتاعك؟ امسك حوت عبد الله التركي مات. عايزاكم تتفرجوا على الفيديو عشان تعرفوا انا بتكلم عن انسان عامل ازاي ومش عارف ده كان اسمه ايه، بس هو اسمه حاجه بالسوري. المهم يعني في فرق كبير قوي ما بينهم وبين ايه وياسر. ايه عمالين عامل ازاي يا كنزي؟ انسان عامل ازاي؟ ما زي العسل قدامك اهو، ما انسان زي السكر، في ايه؟ الله اقسم بالله قطعه من السكر متحركه في ديجيتال بلاتفورم. مشهورون معاهم ويعملوا حاجات احنا ما لناش اي علاقه بيها، بس انت مش قادر تقفل الفيديو. جبت لكم بقى النسخه بتاعت ايه وياسر اللي اول ما بيفتحوا بقهم بتقفل الفيديو على طول. عارفه ايه؟ هتعرفي تلعبي بادل ولا لا؟ لو سالت السؤال ده تاني بالمضرب على راسك على طول. مش قادر عارف لو الفيديو انت متضايقه عشان انا ما هزرتش على ايه وياسر، ولا متضايقه عشان انا قلت لك بالطريقه ان انت دمك تقيل؟ عشان تفرق، عشان لو موضوع ياسر فانا هزرت عليه عادي. انت مش مطالب منك ان انت تضحكينا او ان انت تبسطينا، انت ممكن تكوني انترتيننج بشكل ملوش علاقه بخفه الدم. انا ممكن الناس تشوفني دمي تقيل، انا شايف دمك تقيل. يا خرابي يا خلصي يا لهوي مفصله. في اقسم بالله نظره ديسابوينتمنت. تقريبا قعدت اتفرج على الفيديو بتاعي كله، سرحت الفيديو عجبها تقريبا فقعدت اتفرج عليه كله. اول فيديو بتاع الانسان اللايفلس ده يا بيت ما تعصبنيش عليه والله البس النضاره الشريره، النضاره الشريره السوداء. انا سكت لك من بدري، لايفلس ايه؟ كنزي انت بقالك 18 ساعه بتكلمي شاشه موبايل، انت فاهمه ده ولا مش فاهمه؟ تقريبا ما اعرفش 11 دقيقه او كده، منهم 5 دقائق عنك. كنزي الفيديو حوالي حاجه 20 دقيقه، منهم 5 دقائق عنك لان انت مش زي اي حد يا كنزي. انت يا كنزي لازم تاخدي اكبر بورشن من الفيديو لان انت
انت مفيش زيك، انت مستقله بنفسك ليه يا كنزي؟ والله العظيم. وبعدين 5 دقايق مضايقينك فيديو كامل هو لاجلك، مع انه جايب كابلز كتير جدا. فده يفهمكم ايه يا جماعه؟ سوري في اللفظ، بس هو بيحك في اكتر حد هو عارف ان هو ممكن يوصل على قفاه. انا عامله يا راجل يا راجل، يعني بالنسبه لكل الناس اللي انا بقالي شهرين بعمل الفيديوهات دي، حضرتك اكتر واحده. انا شايف حضرتك معرضاها سيكه في حق نفسك، يعني يعني من حق اي حد يشوف نفسه بالطريقه اللي هو يحبها. لا اياد منشن ليه؟ فاكر اياد ان انا كده بزودك فولورز؟ لا ليه؟ انا لازم تبتدي تاخد عليا وتناديني باسمي عادي كده؟ ها بدانا ناخد على بعض، شكلك كده حبتيني يا اياد. انا عاملك منشن علشان ها؟ في ناس هيخشوا يغسلوك ويمسخروك، وانا عارفه الشر ده يا كنزي بجد. يعني ايه الشر ده؟ يعني ده انا بس قعدت اهزر، يعني والله العظيم ما طلع مني لفظ واحد. بيغسلوني ومشوروني وينشروني ليه؟ ان اياد مش بينتقد محتوى. انت ليه بتتكلمي كانك المعيده بتاعتي؟ فيها اياد اتريق على فراس، والله ما حصل فراس كده والله العظيم ما حصل. ده انا مشفق عليك يا استاذ فراس، والله العظيم ما حصل. ده انا فراس ده هو اللي مصبرني عليك يا ربي. انت يبقى انت فعلا تعمل ده اللي هو قصده فراس طري؟ ابدا. اتريق على مامتي ايه؟ ما حصلش وربنا. انا برضو مشفق عليها، يعني ست الكل عايشه معاكي بقى لها 20 سنه، يعني الله يكون في عونها. وربنا ما حصل، انا عمال اقول بس. يعني الست نايمه في الصاله وبتاع، وانت جايه تصحيها وتعمل عشان تعملي ريل؟ صعبت عليا بس، لكن انا ما اتريقتش عليها. بيتريق عليا كشخص؟ ايوه بصراحه بتريق عليك. والفيديوهات اللي هي عن حاجات very serious زي الانتحار والاكتئاب. لا ما تخشيش الحته دي، يعني ما تخشيش الحته دي يا كنزي، لان انت فيديوهاتك لو جبت واحد مدمن كوكايين يكتب السكريبت ده هيبقى احسن من اللي انت كاتباه. فيديوهاتك غير مفيده بالمره. والحاجات اللي هي بجد حاجه حساسه جدا عند الناس جايبها وبيرقص عليها. انا عرفت يا اصدقاء انه فيديو، يعني عامه انا هعمل لك واحد تاني مخصوص عشان الناس حبت. هعلمكم الرقصه بتاعتي اللي هي حاجه اللي معايا بتقول صرف الخلطه وطعمه مفعول جاي بي هارفورد بس ما فيهوش قال لي قد غلطه قمت منقله بالكف على وشه. ده يفهمنا اكتر حاجه يا اياد ان انت انسان ما عندكش مشاعر ولا عندك دم. هو انت بتكلميني كان انت مرتبطه بيا وفركشنا؟ هو انت عامله فيها صاحبتي ليه؟ الكلام ده ما بيطلعش من حد غير صاحبتي. كنزي لو سمحت تكلمي في بيننا مسافه، ما ناخدش على بعض كده. فده برضو يدينا جاستيفيكيشن كده، لانت ليه بتعمل كده؟ غير ان انت انسان نوبادي عايز تتشهر على قفا الناس اللي بتحترمي نفسك. احترمي نفسك. الله ما تعصبنيش، بقول لك لبست النضاره الشريره. هما انت بس تتمنى تتصور معاهم. انا اتصور مع فراس ماشي، اتصور معاك انت ليه؟ حرفيا كنزي انت لو احنا بنتصور حد مثلا ضرب الفلاش في عينك قوي شويه هتعيطي. انت فاهمه انت فين اصلا؟ انت كمان انسان مشوه. مشوه يا لهوي يا خرابي، قويه دي قويه. ده شمل دي اقوى شتيمه بقى شتمتها بصراحه. انت انسان مشوه، انتوا فاهمين الشتيمه طالعه من جواها قد ايه؟ انتوا فاهمين الشتيمه ديب قد ايه؟ انت انسان مشوه. فانا بقى دخلت على صفحه ايه دي يا جماعه؟ يا ساتر يا رب، البنت دخلت بقت بيج فان، والله العظيم بقت بيج فان. هتعمل التراس اياد الموجي كنزي، فاضل لها فيديوهين كمان. شوف اياد اللي عنده 7000 فولوور مقويين قلبه. اقسم بالله 7000 قد الدنيا قد الدنيا. بيعمل محتوى ايه؟ لقيت يا جماعه زي ما انتم شايفين بيتريق على الفود بلوجرز، بيتريق على الناس بيعملوا راب، بيتريق على الجيم كوتشز، بيتريق على هو انا اتريقت على الشيخ الشعراوي؟ ما عادي ما اتريق عليهم، رغم انها مش تريقه برضه، ستيل مش هقول لفظ تريقه ده روستنج او ان انا برياكشن فيديو ساركاستك عليهم، بس يعني ما اتريق. كل الناس دي اللي انا اتكلمت عليهم يا اما اتبسطوا، يا اما كلموني قالوا لي جامد فشخ نتكنا، يا اما في ناس مثلا الفيديوهات بتاعتهم لا معلش شيل الفيديو ده، وده في ثانيه حرفيا ما بناقشهمش. لو حاجه ضايقتهم بشيلها في ثانيه، بمسح الفيديو او بشيل الجزء اللي هو مضايقهم عادي. في ناس اقسم بالله دلوقتي حالا بتبعت لي انا في الفيديو الجاي، حط الفيديو ده بتاعي في الفيديو الجاي، ما اتكلمتش عني ليه؟ عادي اوفر بصراحه يا استاذه كنزي. بيعملوا حاجات توعويه، بيتريق على اي بني ادم على السوشيال ميديا. طب ايه انجازاتك في الحياه اياد؟ لقيت اياد عامل الصفحه دي من 2019. يعني انجازاتي في الحياه ان انا عامل صفحه استاذه كنزي؟ مش معنى حضرتك لو البخت النت عندك خلصت فشخصيتك تخلص، الناس كلها زيك. انا حضرتك انجازاتي في الحياه ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا. انا مش هقعد اقول لك انجازاتي في الحياه ايه عشان انا مش مهتم ان انت تعرفيها. ممكن لو حد مثلا بالنسبه لي ذو قيمه اكتر سالني السؤال ده هقول له انجازاتي في الحياه ايه وانا عملت ايه ومريت بايه بقى، لكن انت حضرتك مش مهمه بالنسبه لي ان انا اشرح لك. ففي النهايه انجازاتي في الحياه ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا. انت لو انجازاتك في الحياه كلها ليها علاقه بالسوشيال ميديا فانت عندك مشكله. انت محتاجه تجيبي في البيت بقى مولد كهربائي عشان لو النت والنور قطع عندك مش هتلاقي حاجه هتعمليها في الحياه. حرفيا هتنامي لحد ما النور يجي او النت يجي، اللي هو خلصت يا فراس جود نايت بكنزي تعالي نخرج. لا مش هنعرف نصور الخروجه. يعني من وانا في ثالثه كليه
وانا عملت محتوى في 2021. يعني انت بتحاول من قبلية 3 سنين يا اياد، بس انت وصلت لفين؟ وصلت لحضرتك، وصلت عند حضرتك في الستوريز. هو في مكان احسن من كده؟ في مكان يعني ان فيه شرف اكتر من ستوريز حضرتك يا استاذة كنزي؟ يعني ده انا وصلت لحاجة ما حلمش بيها. نوير يا اياد. ليه؟ لان انت مش صانع محتوى. انا مش صانع محتوى فعلا، انا المشطشط. انت انسان حقود وفاشل. يا نهار اسود، لا 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 لا، احنا كده بقى بدانا نغل، كده بدانا نغل بقى. ده غل، ده دي دي مش ده مش رد اعتبار. للاسف. ايه الفيديوهات ما ضحكتكيش ولا ايه؟ ايه للاسف يا اياد. ايه انت لايفلس. مصرة برضه تتبجحي؟ مصرة حضرتك، انت بقالك 4 ساعات في فيديوهاتي، احنا قربنا لبعض اكتر ما كنا متخيلين. كنزي انت بقيتي اقرب ليا من ناس كتير قوي في حياتي بقالها سنين. جو جيت لايف. حاضر. اعمل محتوى. حاضر. انت كنت بتحاول في الاول في 2019. أيوة. ايام ما اعرفش كنت عندك 15 سنه لسه ما بلغتش. اي ثينك حضرتك مالك ومال الموضوع بلوغي دلوقتي؟ حضرتك مهتمه ليه بفتره بلوغي؟ انت مالك انا بلغت امتى؟ و15 سنه كل الدقن دي وكان عندي 15 سنه؟ حضرتك الماثيماتكس عندك في داهيه. ان انت تعمل محتوى، اي ثينك يعني اعتقد ان هو المحتوى ده بما ان هو كان بيجيب لك 5. فهي بصي اديني رايك في محتوايا يا كنزي. كنزي ما تقولي دلوقتي بتقيم محتوايا وهتديني نصايح وتبس اند تريكس عشان ابقى كويس زيها. اتفضلي يا كنزي، انا مهتم جدا برايك في محتوايا. لايكس فهو ما نفعش معاك عشان انت مش كاريزماتيك. ف يا واد انت، يا واد انت بتاع كاريزماتيك انت. مروان بابلو يا جدعان تقيمني يا جدعان. انت حاولت ان انت تطلع بمحتوى ان انت تتريق على الناس. حصل. وده برضو ما نفعش ان هو بيلم لك شويه فانز من الناس اللايفلس. الناس لا هتغلطي في 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 جماهير السبت الممتاز هقل ادبي. معلش الرجاله دي ظبط الظبط. انا ماشي، انا استحمل، انا هكون الدرع الحامل جمهوري. تغلطيش في حد منهم بعد اذنك يا استاذه كنز. لما بتلاقي حد ناجح بلا ده ناجح. شيت مان ده ناجح. شيت مان يد، احنا 7000 واحد عايزينك تعمل فيديو دلوقتي على الواد الناجح ده. شيت مان ده ناجح. فلما يتفرجوا على الحاجات بتاعتك يحسوا بساتسفاكشن. انسان لايفلس زينا بائس. انسان لايفلس زينا، ملك اللايفلس هو ده، ملك ملوك الناس اللايفلس. كينج يضرب دس. توجناك ملكا للناس اللايفلس اللي زينا، ملك البؤساء. عدو النجاح بيتريق على الناس اللي احنا حاقدين عليهم. انا لا بقول ايه استاذ فراس، مش هينفع كده، ما ترجعيها تاني، مش عايزها. كو يا نهار اسود، لا دي قلة ادب بقى. لا كده قلة ادب بقى، كده احنا خلاص خرجنا بره الرد الاعتبار. فين فين شكوى اهو؟ قلت ايه بقى؟ قلت ايه؟ تعالى تعالى. انا مش هرد عليك عشان انا شخص محترم. انا دايما يا جماعه بقول لكم مش معنى ان انا بشتكي من كومنت حد او بشتكي حاجه ان انتوا تخشوا يا جماعه تشتموه او كده. كلك ذوق والله العظيم يا استاذ كنزي، كلك ذوق. بس لا انا عايزاكم تخشوا تشتموه. كلك قله ذوق يا كنزي والله، كلك قله ذوق. يلا يا بنات خالتي، هل الستوري دي موجهه لبنات خالتك فعلا ولا الفان بيس بتاعتك الارمي بتاعك انت مسميها بنات خالتك؟ لان دي هتبقى مشكله كبيره، هيعانوا من الاحراج سنين قدام قوي. فانصحكم يا جماعه، انصحكم يا بنويت، يو كان دو وات ايفر يو وانت بات نيفر كول يور سيلف بنات خالتك. كان زي ما تقولي وريبورت كمان بولينج وهارسمنت. يا جدعان يا جدعان، انا شتمت السيد الرئيس ولا يا جدعان في ايه؟ والله كبرت الموضوع. حبايبي قايمين بالواجب وزياده، قولوا لي ضن بعد ما تعملوا ربع. عايز اعدكم ايه بيت بيت خاص اوبسيسد اوبسيسد فلو فراس. اقعد افتح بيج الفيسبوك بتاعته وانا افتح بيج الانستغرام بتاعتي وقول الناس شتمت ولا لا، بنات خالتي شتم ولا لا. يلا يلا اللي شتمت اعمل صح جنبها. ريناد، تسنيم، كنزي لوفر، كنزي كوفر، كنزي كوب كيك، كنزي كوكونات. طبعا انا متحمسه قوي لما يصحى من النوم ويلاقي ان ده اكبر ريتش وصل له في الخمس سنين اللي بيحاول ان هو ينجح فيهم، بعدين يلاقي ان الريتش ده كله شتيمه. اوف حرفيا ده المشهد اللي هيحصل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الريتش ده كله؟ ايه ده؟ الناس بتشتمني؟ ايه ده؟ ايه الريتش ده كله؟ شكرا يا جماعة، ثانك يو، شكرا على كل حاجة، ربنا يخليكوا ليا. خليكي يا حبيبة قلبي. اهو اللي في الفيديو الوحيدين اللي متريقش عليهم اكتشفت ان هم صحابه اوريدي.
ايوه يا صفرة، ايوه يا صفرة يا حقودية، يا حقودي يا حقودي، ايوه يا صفرة اللي شايلة من ايا وياسر. جماعة للتوضيح ايا وياسر مش صحابي اقسم بالله، والله العظيم ما صحابي، ده يشرفني يشرفني ان هم يكون صحابي، بليز جوين ماي تيم. انا لما جيت اهزر عليهم لقيت الحاجات اللي هي يتهزر عليها مناسبة، مش هفرص في او مش هفرص جوك او مش هفرص ان انا ميم على حد، بس الحاجة اللي انا بهزر بيها عليها يعني كانت صغيرة كده فاهم، وهزرت ان هم بيمشورونا وبيدخلونا الحاجات احنا مش مهتمين بيها وهق وبتاع وخلصانة. انتي الكونتنت بتاعك ما شاء الله بيرضعنا ميمز، فمش ذنبهم ان انتي الكونتنت بتاعك ميم ماتيريال، فمعرفش حضرتك متضايقه ليه يعني ان انا ما اتكلمش على قوي ياسر يعني. ويل نيفر بي ايا عند فراس، ويل نيفر بي ياسر، ستوب تراينج ذات هارد ان انت تبقي زيهم، عمرك ما تبقي زيهم. ايا وياسر ملوك الكوبلز في مصر. ايه اللي انا بقوله ده؟ بجد انسان مش طبيعي، انسان مش طبيعي، ما تتريقش على قوي ياسر. بس قشطة زي الفل، عديها بقى، ننسى الموضوع وتعدى على نفسك اخويا اصلي. نصيحة اليوم: بدلا من ان تبادر بالهجوم على الشخص الناجح، بادر في ان تصبح اكثر نجاحا منه، ذلك هو الفرق بين الحقد والطموح. تحسب نفسها ازمن صبري. ستيفن كوفي محوج. انا اسف يا جماعه، يا عم بتفرج بقالي ساعه على كنز مدبولي، اكيد لازم يبقى دم تقيل، في ايه؟ عدوها دلوقتي، هي مشيره تقريبا واحده كانت، يا نهار اسود ايه كل ده. كنز كنوزه اكس لافي كاتبالي: ردا على كلام الاستاذ اياد، انا مش استاذ يا بنت، انا دكتور، ردا على كلام الدكتور اياد. يلا يا بنت كنز مدبولي اللي مش عاجباك وبتتريق على عيلتها دي، تعالى يا ابني انا والله انتوا يا جدعان، هو عافيه؟ هو انتوا عايزين نتريق على عيلتها عافيه؟ تعالى اعرفك هي مين. لا هو انا اكيد مش هقرا كل ده، مش هقرا كل ده، هي كلها تقريبا يعني اكيد الكلام ده لو كنت جيت قريته كله هيطلع مثلا منزله واخده جينيس ريكورد في عدد الستوريز اللي نزلت في اليوم، عامله 5-6 ريلز في نفس اليوم، فمحدش حد في الدنيا عمل قبل كده. اكبر انجاز ليها مثلا ان هي عملت مش عارف كام لايك في حياتها، كام كومنت، فيعني الحاجات دي ما مش عارف، ما اعتقدش ان هي هتفيدها في الحاله الحقيقيه يعني. فانا مش هقرا كل ده بصراحه. اياد الموجي، اياد الموجي بوبولار، انا دلوقتي ترند على الفيسبوك بسبب كنز مدبولي، انا دلوقتي ترنت على الفيسبوك بسبب كنزي مدبولي. انا بس عايز اقول لك حاجه، بصي لو انت فاكره ان انا هسكت لك، فانت نزلت عليا ستوري على الانستجرام وقلت لهم نخش عندي على الفيسبوك يشتموني فخليتيني بوبولار ناو على الفيسبوك، فانت دلوقتي بوبولار ناو ترندنج ايجيبت على تويتر، وده بسببي، ثانك مي ليتر، او مش ليتر دلوقتي، فاكره ان احنا قليلين ولا ايه؟ هتطلعيني بوبولار على الفيسبوك، انا لايك ترند على تويتر، انا مش سهل. زمايلي في كل حته جنبي عايزين ملايين، تعيش الدور وجو داشا، اجبت من تحت الدنيا خطوات خسرت مش هتحط مصيري. يا حبيبتي حلمك اتحقق، في ناس اي نوع من الشهرة بالنسبة لهم حلوة، حتى لو هزقوا ويتمسح كرامتهم الارض، واضح انك منهم، مبروك عليك الشهرة بالكره. في تويتر لقيتها قدامي، هي مين كنزي مدبولي اللي كله بيشتمها دي؟ من 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 جد من الناس كلها بتشتم وانا ضد ده، فياريت يا جماعة محدش يشتم كنزي، هي لو هي بتستخدم هذه الطريقة في ان هي تخلي الفولورز كلهم يشتموني، فاحنا مش زيهم، احنا اكبر من كده بكتير. انا مش عارف اشكركم على كل حاجة بتعملوها معايا ازاي، بتسألوا عليا، بتخافوا عليا من قلبكم، حافظين ميعاد ادويتي وميعاد هرمونات، ايه؟ ليه طيب؟ نركز في رواياتنا بقى، تصبحوا على كل خير، سايب الاكونت، نركز في رواياتنا؟ لا بقول لك ايه، مرقعة في البلاغة والادب انا مش عايز. تعالى نشوف يا جدعان عينة من الناس اللي دخلت على انستجرام عندي، الاف اللي دخلوا انستجرام عندي يشتموني، 1400 كومنت. الصوره على 3000 لايك و1400 كومنت. يا جماعه ده الانستغرام بتاعي، يا ريت لو تعملوا لي فولو هناك عشان كنزي مدبولي ما تشمتش فينا، بليز جو فولو مي اون انستغرام اند تويتر، لان دول اكتر تو اكونتس انا اكتف عليهم. صحيح اسمك اياد، هتبقى بتتصور ازاي؟ طب حضرتك اعتراضك على البوست بس ولا الاوتفيت مش عاجبك ولا يعني؟ ما انا زي العسل اهو قدامك اهو، زي السكر والله العظيم، ياخدك ايه المشكله يعني؟ ده علامه النصر حتى. مش قلت لك هيعملوا منك بطاطس محمره ولسه بقى اللي هيصحوا يفطروا بيك؟ ايه يا فريده الكلام ده يا فريده؟ الاهم من انتقاد الناس انتقاد نفسك وانك تحسنها، مالكش دعوه بالناس اللي محدش مهتم برايك. طب ايه يعني ممكن احسنه في صوري؟ يعني معلش انا وشي مش كاريزماتيك زي ما استاذه كنزي بتقول، هتصور ازاي طيب؟ ما هو اهو ضرب نار يا ضرب ظلم طخ يعني. طب معلش هتخشوا على صوري تكتبوا ايه؟ بجد هتكتبوا ايه على قطعه السكر المتحركه دي؟ العسليه دي هتكتبوا عليها ايه؟ تخيل عيل مش عارف يربط الكوتشي بالتاني على كده يعني، شيجاتا فوين صراحه، انا ما ربطتش الكوتشي فيها اها، ده انتقاد، ده انتقاد بناء. روح اربط الكوتشي بتاعك بدل ما يوقعك زي القبه في مره يا لايفلس، ده ثيرد سالوت يعني، بالراحه بالراحه عليا. سيبك من ان طنط ايمان الكوين بتاعتنا
هو انت ازاي تتريق على طنط كبيره؟ هو انت للدرجه دي مش متربي؟ مين طنط ايمان؟ وانا اتريقت على طنط ايمان امتى؟ مين حضرتك طنط ايمان دي؟ حضرتك دي يعني مس عندكم في سنتر التعليمي ولا انا معرفش والله مين طنط ايمان؟ يا نهار اسود، في حد كاتب لي قصيده بالانجلش، فانا لسه ما خدتش بصراحه كورس الانجليزي بتاع المركز الثقافي الروسي، فانا هسيفه وارجع لك بعد كده يا ريم وهقرا كل ده وهرد عليكي، بس بعد ما اعدي ليفل 4 بقى. انت يا دون المحتوى ولا حتى مستوى يعني وورد بلاي جامده بصراحه، يبقى انت يا دون المستوى، لا مش مستوى، يبقى انت يا دون المحتوى ولا حتى مستوى، بتتريق على فراس اللي ارجل منك وبيغيرش من نجاح حد. يعني حضرتك الموضوع يا استاذه مديحه، موضوع الرجوله ده ما اعتقدش ان في حد فينا يقدر يحدده. يعني يا جدع اربط الكوتش يا هو ايه موضوع رابط الكوتش ده؟ هل يعني لو كنت رابط الكوتش كان هيخش يقولوا ايه؟ طيب يعني لو كنت رابط الكوتش كان هيتسوحوا له، الكوتش مربوط والصوره ما فيهاش اي مشكله. يا نهار اسود هنعمل ايه دلوقتي يا كنز؟ لبس رجوله جامد عيل طري. ده كان لابس شيرت ارسنال، يعني لابس شيرت ارسنال عادي وجزمه بيضة، كوتش ابيض، يعني هو عافيه، يعني هو تريقه عافيه، شتيمه عافيه. يعني انت شكلك نسيت حاجه في الارض، كرامتك وشخصيتك ورجول، ده ثلاث حاجات. حرام عليك، ده انا ماشي مدهول بقى ده شمل. ده المفروض احسن من كنز عشان كده بتتريق عليها. هو ده يعني، هو ده اللي انتوا جايبيني، هو ده اللي انتوا مصحيني منه عشانه. يا ما ناس معاها فلوس بس ما عندهاش ربايه زيك كده، حضرتك ولا فلوس والله. انسان لا يصلح للحياه اصلا. استاذ عبدو، عبدو انت اسمك عبدو، يعني هو اعتقد ان هم كلهم بنات. حضرتك يو جويند ذا رونج تيم برو، يعني انت المفروض تبقى معايا، يعني انت بنات خالتها طيب انت من ضمنهم يعني ولا ايه؟ ليه يا عبدو؟ ليه يا عبدو؟ المفروض تبقى تصفي. استاذ عبدو تقييمي ليه ان انا انسان لا يصلح للحياه اصلا، يعني بص مش جاي مني في اي حاجه. شكرا. اظن ان انا كده وريتكم كم هائل من الطاقه السلبيه اللي بتهاجمني. يلا بقى نتكلم خمسه جد. اول حاجه انا مش جاي اعيش دور الضحيه لان انا مش ضحيه، انا المشطشط بص. الكلام بجد بقى خلاص، انا قضيها هق ومق. انا اول ما شفت الستوريز دي انا بصراحه استغربت، ما فهمتش، بس عادي دي لو دي الطريقه اللي مريحاها يعني، او شايفه ان هي فعلا مشاعرها مثلا اتاذت، او انا قلت حاجه ضايقتها بجد وما تقبلتهاش وهزاري ما كانش لذيذ بالنسبه لها وكان سخيف، فدي الطريقه اللي هي تقاوم بيها الحاجه زي كده ماشي. بس في حاجه استاذه كنزي لو حضرتك مش عارفه، فاللي انت عملتيه في الستوري دي اسمه تحريض على العنف وسب وقصف وحاجات كتير كده، وانا بجد عندي القدره، وناس كتير قوي قالوا لي، انا ممكن اجيب لك كميه المسجات اللي قالوا لي انت حرفيا الستوري دي تقدر تاخدها تطلع بيها على الاسم من لها محضر، وهي ساعتها هتزعل جامد لانها الستوري ما فيهاش كلام، يعني ما فيهاش اصلا نقاش. بس انا مش هعمل كده لسببين. اول سبب ان دي ان انا متفهم ان انت ممكن تكوني متضايقه او حاسه ان انا هزاري سخيف او انت ما تقبلتيش اللي انا قلته او فهمتي هزاري غلط، انا متفهم ده جدا، فانا مستحيل اعمل حاجه زي كده. انا شايف ان اي حاجه على النت طالما ما فيهاش اذيه، طالما ما فيهاش، انا ممكن شخص تاني يكون اتاذى نفسيا او الكلام ده زعله او الكلام ده ضايقه قوي، فممكن يكون ده رد فعله، بس ده مش رد فعلي الحمد لله، والحمد لله انا جت في حد يعني متفهم او قادر ان هو يقدر رد فعل الشخص التاني حتى لو الشخص التاني ده غلطان. بس انا فعلا عندي القدره ان انا اخد الستوري دي واطلع بيها اعمل بيها محضر ان ده تحريض، وبس يعني مش مستاهله، فاهم قصدي؟ اعتقد لو كنت جوتي قلتي لي زيك زي حرفيا 100 واحد قبلك، انا الفيديو ده مش عاجبني، انا مش حابه ان انت تتكلم على الطريقه دي، انا الموضوع ده ضايقني، الهزار ده ضايقني، انا مش متقبل الهزار، حرفيا كنت امسح الفيديو، حرفيا كنت امسح الجزء بتاعك كله عادي، لانها حصلت كتير. انا ممكن اكون قلت حاجه بتضايقك بس انا مش واخد بالي انها تضايقك. انا بقيت باخد بالي من كلامي قوي زمان، طبعا ما كنتش باخد بالي، كنت بعمل حاجات من 2019 على فكره، بعمل نفس الكونتنت عادي، وكان بيحصل مشاكل بجد فاتعلمت ده. تاني حاجه انا عايز اقول لك ان انا الكونتنت اللي انا بعمله ده مناقض ساخر، عايز اقول نقد عشان الناس بتاخد كلمه نقد وتفضل تحللها وتقول لي معناها بالظبط. اللي انا بعمله ده اسمه محتوى ساخر، محتوى ممكن يكون بالنسبه لك تافه انت مش متقبله عادي، انت حر. المحتوى الساخر ده له ضوابط كده وحدود، ان انا ما اقلش ادبي، ان انا ما اقولش لفظ مثلا مهين، ان انا ما اهينش حد، وانا مش شايف ان انا قلت اي حاجه تهين حد. فاحنا زي دلوقتي في ناس كتير قوي 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 برده داخله تقول هي معاها حق، هو مش عارف ايه، هو يعني ايه تتريق على حد، هو ايه المحتوى ده؟ انا مقدر ان انتم مثلا ما شفتوش المحتوى ده قبل كده، او دي بالنسبه لكم ممكن تكون حاجه جديده، معناها قديمه قوي اصلا وما بقاش حد يعملها، انا بعملها عشان ده فن عادي. ولو حد مش متقبل ان هو ساخر ده مني انا بالذات، لان انا ما اعتقدش ان في اي كونتنت كرييتور بيعمل المحتوى ده، لو حد جه قال له شيل الفيديو ده مضايقني هيشيله، انا هشيله عادي عشان انا مش فارق معايا. انا فن يعني، انا ما باخدش فلوس من اليوتيوب كده كده، عمري ما خدت جنيه من اليوتيوب، وانا قلت الحوار ده كذا مره. ف بقى لي 5 سنين بعمل الكونتنت ده عشان اتبسط. موضوع تاني، احنا بس ممكن نكون بنتفاجئ بالطريقه دي وبقينا حساسين زياده عن اللزوم، فانا ردود الناس بتاعها انا بقيت بتحملها وبقيت بقدرها. حرفيا انا وصلت لمرحله ان في ناس كتير قوي فعلا بتقول لي حطنا في فيديوهاتك عادي، وفي ناس متقبله، وفي ناس انا بتكلم عليهم بيتبسطوا فشخ ويبعتوا لي اد بعدها وفولو وهكذا ونتعرف ونبقى اصحاب، وستيل لسه بتكلم عليهم عادي، لان هو في النهايه انا اهم حاجه عندي ان انا ما اهينش حد وما اقلش من حد. اخر حاجه يا استاذ كنزي، انا كان قدامي حلين. اول حل
ان انا ارد عليكي بجد. الحل برضو ان انا اتكلم بجد، ان انا اطلع عليكي في ستوريز او في فيديوز وارد عليكي بجد واقول لك انا عملت ايه وانجازاتي في الحياه ايه ومش عارف. بس انت بالنسبه لي شخص زي ما قلت لك انا مش مهتم ان انا اوضح صورتي قدامه، فمش مستاهله ان انا برضو اكبر الموضوع وبقى ويبقى خناقه بقى وبتاع، مش مستاهله. فكان قدامي الحل التاني هو ان انا اوضح لك ان الطريقه اللي انت عملتيها دي مش احسن حاجه ان انت ترد بيها على حاجه ضايقتك، او ان انت تخلي ناس حرفيا معظمهم بنات صغيره ومعظمهم فانز بيحبوكي فعلا بس هم لسه مش ناضجين كفايه ان هم يقدروا يميزوا يعملوا ايه وما يعملوش ايه، ما بيفكروش، ناس ما بفكرتش حتى خش اشتموا ده حرفيا، ناس تخش تشتم بالاب والام ومش عارف ايه في الدي امز وبتاع، من انا الدي امز مش باينه قوي فايه محدش ياخد باله منهم يعني. انا لا قفلت كومنتات ولا اتضايقت ولا اي حاجه، لان انا فاهم هم كانوا بيفكروا ازاي. هم بالنسبه لهم انت مثلا طلعتي في دور ضحيه كده وانا اتاذيت ومش عارف ايه وخش اشتموه، فهم ايه ايوه انت شتمت كنزي مدبولي بنت خالتنا الله يعني. وبرده خلي بالك ان انا بعمل كونتنت ده بقاله شهرين، اتكلمت فيه عن ما يقرب 100 بني ادم، 99 منهم يا اما بقينا اصحاب يا اما ضحكوا يا اما زادوا بقت ناس تقول لي ابعت حطينا معاهم. انت الوحيده اللي اتضايقتي او يو جات اوفندد وعملتي رد الفعل اللي انا شايفه بصراحه غبي يعني. هي انا بتبسط وعملت الفيديو ده برده عشان اتبسط اكتر، فلو انت اتضايقتي من الفيديو الاولاني فانا هكون سعيد ان انت اتضايقي من الفيديو ده كمان، لان انا كتير قوي 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 ممكن اكون بتريق عليها او بهزر عليها او بسف عليها، بس انا بحترمها، بتريق على المحتوى على الحاجه اللي هم بيعملوها، بس انا بحترم الاشخاص نفسهم وان هم مؤمنين بالحاجه اللي هم بيعملوها. دلوقتي فاقد اي ذره احترام ليكي يعني، فمش فارق معايا انت تتضايقي بقى تزعلي مش فارق معايا، وطبعا ده برده ما يهمكيش يعني، انا بالنسبه لك زي ما انت قلتي ولا حاجه وبتاع والجو ده فما يهمكيش يعني. بس فانا بقول ده للناس يعني، اتمنى ما حدش برده يزعل مني او يتضايق مني او اكون قلت كلمه ضايقته. الكونتنت بتاعي برده مش افشخ حاجه في الدنيا، انا ستيل بتبسط وفي ناس بتحب الكونتنت بتاعي وناس بتتبسط وناس بتستنى وبيجي لي مسدجز قد ايه الناس فعلا السبت ده بيفرحها ويطلعها من حاجات تحزنها. انا ده بالنسبه لي عندي بالدنيا، انتوا بقى شايفين الكونتنت بتاعي تافه كونتنت يعني ايه، انا بعمل حاجه عبيطه، انا بعمل حاجه قليله. انا بالنسبه لي صناعه البسمه على وجوه البني ادمين دي اهم حاجه في الدنيا، حاسس ان انا بحارب. ايا كان في ناس بتتبسط بالكونتنت بتاعي وانا بتبسط وانا بعمله، فمش مهم اي حاجه تانية. لو انتوا بتتبسطوا بتتفرجوا على كنزي مش مهم اي حاجه تانية، بتتفرجوا عليا مش مهم اي حاجه تانية، بتكرهونا احنا الاثنين وبتتبسطوا بحاجه ثالثه مش مهم اي حاجه تانية، اعملوا اللي انتوا عايزينه، خلي الناس كلها تعمل اللي هي عايزاه بس. وبحبكم وما رب ما اكونش طولت عليكم، سلام.